والله يعني طبعا احنا العشاء بالسرور وكرومدل اكبر مننا أيه. وكنا بنتعشهم جدا، كنا يعني لما نسمعهم الواحد يجري لهم في اي حته أيه. يعني بيجروا في دمنا، لانه الاداء دام سليم والمعاني جميله وطابعهم طابع الرجول، والرجل ذاته في نفس الرجل بتغني ذاته بشكل غني أيه. اذا كان فيه اي خلل من العيوب ما بخلوا غني ما بخلوا غني حليلهم دوام اطراف وحليلهم دوام اطراف نحن لسه في ذكرى الغبيه على تركيات الغبيه.